بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هدانا للإسلام ومن علينا باتباعه، ونسأله سبحانه أن يميتنا عليه وأن يثبتنا عليه ويرزقنا التمسك به إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين. والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته واتباعه والاقتداء بهديه والاستمساك بسنته. أما بعد، فإن موضوع حديثنا هو كما أعلن عن الزكاة وأحكامها. الزكاة كما لا يخفى على مسلم هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فدل هذا الحديث على أن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه التي لا يتحقق بدون وجودها وتحققها. والزكاة قرينة الصلاة. نحن نعلم أن أول أركان الإسلام الشهادتان، وثانيها الصلاة وهي عمود الإسلام. الشهادتان هما أساس الملة، وهما القاعدة التي ينبني عليها الدين، والصلاة هي عمود الإسلام، والزكاة قرينتها في كتاب الله عز وجل. قد ذكرها الله سبحانه وتعالى قرينة للصلاة في أكثر من 82 موضعا في القرآن الكريم، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، كما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وغير ذلك من الآيات التي قرنت الصلاة الزكاة فيها بالزكاة، مما يدل على أهميتها ومكانتها في الدين. الزكاة عبادة مالية، لأن العبادات على ثلاثة أنواع: عبادة بدنية كالصلاة والصوم وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وغير ذلك، هذه أعمال بدنية. والنوع الثاني عبادة مالية محضة كالزكاة، فإنها عبادة مالية. والثالث من أنواع العبادات ما يجمع بين الأمرين، يكون ماليا بدنيا، وذلك كالحج. فالزكاة مكانتها في الإسلام عظيمة، وهي لغة تطلق على معان منها النماء والزيادة
ومنها المدح والطهارة، سميت زكاة لأنها تنمي المال وتزيده بركة وخيرا، فهي تنميه بمعنى أنها تزيده، وينزل الله البركة فيه بسببها، ويدفع الله عنه بها الآفات، فإن غالب ما يتلف من الأموال في البر والبحر إنما يكون بسبب حبس الزكاة. وكذلك منع الزكاة سبب لحبس المطر من السماء، كما في الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وتطلق الزكاة بمعنى المدح، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها. وتطلق بمعنى التطهير، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، يعني طهرها من أدناس الشرك والمعاصي. هذا معناها لغة. وأما معناها شرعا فهي حق معلوم في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. وبيان هذا التعريف هو كل كتاب الزكاة التي هو كل كتاب الزكاة الذي يعقده الفقهاء في كتب الفقه، فهي حق معلوم، يعني محدد ومقدر، كما في قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأما بقية فقرات التعريف فيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. سميت الزكاة الشرعية بهذا الاسم لأن فيها كل المعاني اللغوية، فهي تنمي المال، ففيها معنى التنمية، وتمنع عنه الآفات بإذن الله سبحانه وتعالى والتلف والهلاك، وهي أيضا تطهر نفس المزكي وتطهر المال أيضا، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ففيها معنى النماء والزيادة، وفيها معنى الطهارة، وفيها مصالح وفوائد عظيمة. الزكاة فوائدها عظيمة على نفس المزكي وعلى نفس المال وعلى نفس المجتمع، وهي من محاسن هذا الدين. فأما أثرها على المال فقد عرفنا طرفا منه، وهي أنها تنميه وتحفظه بإذن الله من الآفات. وأما أثرها على نفس المزكي فلأنها تطهر نفس المزكي من الشح والبخل والأثرة، وتبعث في نفس المزكي حب الخير وتعوده على بذل الخير،
وتدل على رغبته في الخير، لأنه إذا أخرج المال امتثالا لأمر الله ورغبة في الثواب دل مع حبه للمال، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى وتحبون المال حبا جما، فإذا أخرج محبوبه طاعة لله وامتثالا لأمره ورغبة في الثواب انتصر بذلك على الشح والبخل وأمراض النفس، ودل على إيمانه وإيثاره لما عند الله عز وجل. فهذا من أعظم معاني وآثار الزكاة على نفس المزكي. وأما أثرها على المجتمع فهو أثر ظاهر، لأنها تسد عوز الفقير وحاجة المسكين وتنشر المواساة بين المسلمين، تذهب الأحقاد والشحنة في القلوب، ويتعاطف الأغنياء على الفقراء، يحصل بذلك خير كثير للمجتمع بخلاف المجتمعات الكافرة والمجتمعات التي يعبد أهلها المال والمادة، فهؤلاء لا يعرف فيهم مواساة للفقراء ولا عطف على المحاويج، وإنما يستغلون فقرهم وحاجتهم بالربا ومضاعفة الاستثمار والاستهلاك واستغلال حاجة الفقير. ولهذا يقارن الله جل وعلا بين الصدقة والربا فيقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالزكاة، ويقول سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر بعدها المرابين واستغلالهم وأثرتهم، فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآيات. فالزكاة فيها إحسان إلى المحتاجين، وفيها تنفيس لكربتهم وتفريج لشدتهم وإطعام لجائعهم وكسوة لعاريهم، وفيها خيرات كثيرة على المجتمع المسلم، وهي من محاسن هذا الدين الذي كله والحمد لله محاسن وخير وكمال. فكل شريعة من شرائع هذا الدين فإنها خير وكمال وصلاح للبشرية عاجلا وآجلا، ومن ذلك الزكاة. إذا تأملتها وجدت فيها من أنواع الخير والبر والإحسان والمواساة والرحمة والشفقة والعطف والتراحم، وجدت الشيء الفريد. الزكاة كما أسلفنا في أحد أركان الإسلام، يجب على المسلم إخراجها لا من باب التبرع
وإنما من باب أداء الواجب، ومن باب أداء ركن من أركان دينه. فكما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويصوم ويحج، كذلك يجب عليه أن يزكي فإن أداها طيبة بها نفسه مؤمنا بثوابها وأداها تعبدا لله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يحصل على أجرها وبركتها وبرها. وهذا يدل على محبته للخير وعلى أنه مهتم بأمر دينه، وأن طاعة ربه أحب إليه من هوى نفسه ومحبته لماله. أما إذا امتنع من أدائها فهذا لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون جاحدا لوجوبها، ما يرى أن في الإسلام زكاة واجبة وركنا من أركان الإسلام، يراها شيئا غير إلزامي، فهذا كافر يرتد عن دين الإسلام بذلك إذا اعتقد عدم وجوب الزكاة وأنها شيء غير لازم، فهذا مرتد عن دين الإسلام. يستتاب فإن تاب وأدى الزكاة وإلا قتل مرتدا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم، ومنكر لما علم من الدين بالضرورة. هذا حكم من جحد وجوب الزكاة. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة، قاتل مانع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على ذلك وقاتلوا مع أبي بكر مع خليفتهم، قاتلوا مانع الزكاة وسموهم بالمرتدين، وسميت حروبهم بحروب الردة. لماذا؟ لأنهم قالوا إنما كانت تجب علينا الزكاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا. فلذلك قاتلهم أبو بكر الصديق، ووافقه على ذلك المهاجرون والأنصار، وكل المسلمين في وقته أجمعوا على ذلك، وكل من جاء بعدهم أجمعوا على أن مانع الزكاة، على أن جاحد وجوب الزكاة كافر، وجعلوا من أنواع الردة جحد وجوب الزكاة. الحالة الثانية أن يكون مقرا بوجوبها ومعترف أنها ركن من أركان الإسلام، ولكنه منعها بخلا فقط، وإلا هو يعترف بوجوبها ولكنه يمنعها بخلا، تتغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء وهواه، ويتثاقل إخراج هذا المبلغ من ماله، لا سيما إذا كان مثريا ثراء عظيما وعنده أموال كثيرة، فيكون مقدار الزكاة كبيرا بكبر المال وكثرته. ربما أن بعض النفوس ضعيفة الإيمان أنها تستثقل إخراج هذا المبلغ، وترى أن إخراجه ثقيلا عليها، فهذا يسمى بالبخيل. هذا اتخذ معه الإجراء الرادع بأن تؤخذ منه قهرا، يأخذها ولي الأمر
ولي أمر المسلمين يأخذها منه قهرا ويصرفها في مصارفها الشرعية ويعزره بالتعزير الرادع، فتؤخذ منه قهرا ويعزره ولي الأمر بما يردعه حتى يتوب وتطيب نفسه بالزكاة وحتى يرتدع غيره من المتهاونين بهذا الركن العظيم. ومع أنها تؤخذ منه قهرا ويعزر فعليه الوعيد العظيم إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هنا المراد به المال الذي لا تخرج زكاته، هذا هو الكنز الذي يعذب به صاحبه. وأما إذا أخرجت زكاة المال فإنه ليس بكنز، هذا ما فسر به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكنز في هذه الآية، لأن المراد به ما لم تخرج زكاته التي أوجبها الله فيه. وجاء في الحديث ما يبين معنى الآية لأنها يؤتى يوم القيامة بهذه الأموال وتحمى في نار جهنم ويكوى بها هذا البخيل المتكاسل عن الزكاة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم وإنما يوسع جلده بحسب كثرة هذه الأموال التي لم يخرج زكاتها، فيوسع جلده وتجعل هذه الأموال صفائح يحمى عليها في نار جهنم أو يحمى عليها في نار الدنيا، مع أن نار الدنيا شديدة لا يطيقها أحد، لكن يحمى عليها في نار جهنم لا يحمى عليها في نار الدنيا ولا في الرمضة، وإنما يحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله. ومن يتصور شدة حرارة جهنم التي تذيب الجبال والحديد وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيحمى على هذه الأموال في نار جهنم، ثم يوسع جلد مانع الزكاة حتى لا يوضع درهم على درهم ولا دينار على دينار، وإنما كل درهم على حدة وكل دينار على حدة بحسب كثرة ماله. وورد في الحديث أيضا أن الذي يمنع زكاة ماله أنه يمثل له شجاعا أقرع، يعني يمثل له ثعبانا عظيما فيه من السم الشيء الكثير، فيطوق ذلك الثعبان ويلدغه في قبره كما في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض الله بما تعملون خبير. فهذا الذي منع زكاة ماله يمثل له بهذا الثعبان العظيم الذي يأخذ بلهجمتيه ويلدغه ويفرغ فيه من هذا السم الشديد الألم والعياذ بالله، ويقول: أنا مالك أنا كنزك.
فدل القرآن الكريم على أن مانع الزكاة يعذب بنوعين من العذاب. أولا أنه يطوق ذلك يوم القيامة، وقد جاء في الحديث ما يبين كيفية ذلك. والأمر الثاني أنه يحمى عليه في نار جهنم فيكوى به على الصفة التي ذكرها الله وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر خطير جدا. هذا إذا كان المال من الدراهم من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقام النقدين من الأوراق النقدية، فحكمها حكم النقدين. أما إذا كان المال من المواشي فكما جاء في الحديث أن صاحب الإبل الذي لا يؤدي زكاتها يؤتى بها يوم القيامة لا يفقد منها فصيل، تابها كلها يوم القيامة، فيبطح لها في قاع قرقر فتمر عليه خطأه بأخفافها وتنهشه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك صاحب الذهب والفضة تحمى له صفائح من نار ويكوى بها في هذه المواضع في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. المدة ما هي بسيطة، 50,000 سنة، وهو يقاسي من هذا العذاب من الكي بالنار ومن وطئ بهيمة ومن وطئ الإبل بأخفافها وعضها له بأنيابها وهو مبطوح لها تتردد عليه 50,000 سنة. وكذلك إذا كان له أموال من البقر أو من الغنم فإنه يؤتى بها يوم القيامة ويبطح لها وتمر عليه يتعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. الحاصل أن عقوبة مانع الزكاة في الدنيا إذا كان منعها جحدا لوجوبها فهذا يكفر، وإذا لم يتب فإنه يقتل كافرا ويصير إلى نار جهنم مع الكافرين. وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل وإن كان يصلي ويصوم ويحج ما دام أنه يجحد وجوب الزكاة فإنه كافر ويكون مع الكافرين إذا مات على ذلك ولم يتب. أما إذا كان مؤمنا بالله ورسوله ومقرا بوجوب الزكاة ولكنه يمنعها امتثالا للبخل وطاعة للنفس والشح، فهذا عليه هذا الوعيد العظيم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنها تؤخذ منه قهرا ويعزر حتى ولو أدى ذلك إلى قتله، فإنه إذا لم يمكن أخذها منه إلا بقتاله فإنه يقاتل وتؤخذ منه كما قاتل الصديق والصحابة. فالوعيد الذي سمعنا طرفا منه وأنواعا من تعذيبه والعياذ بالله، الأمر خطير والهول شديد. أما الأنواع أو الأموال التي تجب فيها الزكاة، الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في الأموال التي هي قابلة للنمى والزيادة، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، لم يجعل الزكاة في كل مال. صدقة التطوع نعم لا بأس، تصدق بما تيسر ما فيه منفعة للمحتاج، لكن الزكاة إنما تجب في الأموال التي هي قابلة للنماء والزيادة، وهي 4 أنواع. النوع الأول بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم،
فتجب فيها الزكاة بشرطين: أن يكون غرضه منها القنية للدر والنسل والتنمية، والشرط الثاني أن ترعى من المباح، من الكلأ المباح أكثر الحول، لأن هذه هي السائمة. السائمة معناها التي ترعى من العشب، من الكلأ المباح. أما لو كانت بهيمة الأنعام عنده لحاجته وليست للتنمية والإنتاج، وإنما هي لحاجته للركوب مثلا والعمل والأجرة، يؤجرها أو يركبها أو يعمل عليها، هذه ليس فيها زكاة، لأنها لم تعد للنماء وإنما أعدت للحاجة والعمل. وكذلك لو أعدت للنماء وأعدت للإنتاج ولكن صاحبها يعلفها أكثر الحول، ينفق عليها بالعلف، هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كان قصده منها التجارة، إن كان يشتغل بالبيع والشراء في بهيمة الأنعام فهذا يزكيها زكاة حروف تجارة إذا كان يعلفها غالب الحول. وكذلك إذا كان قصده منها التجارة حتى ولو كانت سائمة يزكيها زكاة عروض، أما إذا كان قصده منها الإبقاء والنمى والدر والنسل فهذه التي تجب فيها الزكاة على ما ذكرنا. فالإبل يبدأ المقدار النصاب من خمس، في خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، في العشرين أربع شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض من الإبل وهي ما تم لها سنة، ثم إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون من الإبل وهي ما تم لها سنتان، ثم إذا بلغت 46 ففيها شقة وهي ما تم لها 3 سنين، إلى 61 ففيها جدعة وهي ما تم لها 5 سنين، وفي 71 حقتان، 76 فيها حقتان، وفي 91 ثلاث بنات لبون. في 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 شقتان، فإذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 40 شقة، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 شقة، إذا زادت على 121 استقرت فيها الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. هذا الواجب في الإبل. أما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، إلى 121 ففيها شاتان، إلى 200 فإذا زادت واحدة يعني صارت 201 ففيها 3 شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، وهكذا. هذا ما يجب في الغنم. أما البقر فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو ما تم له سنة، ذكر تبيع ذكر ما تم له سنة، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة أنثى وهي ما تم لها سنتان، ثم تستقر فيها الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذه زكاة بهيمة الأنعام.
وأما الذهب والفضة ففي الذهب إذا بلغ 20 مثقالا فأكثر، إذا بلغ 20 مثقالا فأكثر فيه ربع العشر، وعشرون المثقال هي 20 دينارا بالدينار الإسلامي، لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فإن عبرت ب20 دينار أو 20 مثقال فالمعنى سواء. وهي بالجنيه السعودي المعروف الآن 11 جنيها ونصف جنيه تقريبا، فإذا بلغ الذهب هذا الحد فأكثر ففيه ربع العشر. والفضة نصابها 100 درهم نبوي، 100 درهم بالدرهم النبوي أو الدرهم الإسلامي، وبالمثاقيل 140 مثقالا، كل 10 مثاقيل 7 دراهم، ومقدارها بالريال السعودي الفضة المعروف، ريال الفضة السعودي 56 ريالا، والورق ما يعادل 56 ريال فضة. فإذا كان عند الإنسان 56 ريال من الفضة أو ما يعادلها من الورق النقدي فإنه يجب عليه الزكاة ربع العشر، يبدأ من 56 من ريال الفضة السعودي أو ما يعادله من الورق النقدي، فما زاد فبالحسابة ربع العشر. هذه زكاة النقدين. والواجب فيها كما عرفنا ربع العشر، وعرفنا مقدار النصاب الذي هو الحد الأدنى، هو الحد الأدنى لوجوب الزكاة، وما زاد عليه فبحسابه. فيشترط لوجوب الزكاة في النقدين كما سبق أيضا، لا بد من تمام الحول ولا بد من بلوغ النصاب، لا بد من بلوغ تمام الحول ومن بلوغ النصاب. وإذا كان للإنسان ديون، إذا كان للإنسان ديون أو عليه ديون، لأن هذه مسألة مهمة، الإنسان قد يكون له ديون على الناس، فماذا يعمل؟ أو عليه هو ديون للناس وعنده مال، عنده دراهم لكن عليه ديون للناس. أما في الحالة الأولى إذا كان له ديون على الناس فهذه الصحيح أن فيها تفصيلا، إذا كانت هذه الديون على ملي قادر على التسديد وباذل، الغني الملي هو الغني الباذل الذي يستطيع التسديد ولا يماطل إذا طلب منه، فهذه حكمها حكم الدراهم التي عند الإنسان، يزكيها كل سنة، إذا تم عليها سنة يزكيها ولو كانت في ذمة المدين، لأنه غني باذل، فهي كالتي في حوزته، يزكيها كل سنة ولو طالت السنين وهي في ذمة من هي عليه، لأن تركه إياها في ذمة من هي عليه لا يعفيه من حقوق الفقراء والمساكين والحق الواجب عليه. أما إذا كانت الديون على إنسان مفلس فقير لا يدري هل يحصل على الوفاء أو ما يحصل، أو عند إنسان غني لكنه مماطل ولا يتمكن من الاستيفاء منه بسهولة، ما يدري يتمكن أو ما يتمكن، يعني هذا غير ملي، غير ملي إما لأنه معسر أو لأنه غير باذل، فهذه الصحيح أنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة، لأنه قبل أن يقبضها لا يدري هل يحصل عليها أو ما يحصل، فملكه عليها غير تام، ربما تتلف أو ما يحصل عليها،
فإذا حصل عليها وقبضها فإنه يزكيها لسنة واحدة عما مضى. هذا هو الأرجح والصحيح. وفي المسألة أقوال لأهل العلم. أما إذا كان له ديون على الناس، عليه ديون للناس، عليه هو ديون للناس وعنده أموال لكن عليه ديون للناس، فإن كانت هذه الديون تنقص النصاب، يعني هذه الديون إذا أحصاها ما بقي عندها الحد الأدنى تنقص النصاب، هذا ليس عليه زكاة لأنه ليس بغني. أما إذا كانت هذه الديون لا تنقص النصاب، فالجمهور من أهل العلم على أنه يخصمها مما عنده ويزكي الباقي، إذا بلغ عنده نصاب فأكثر زائدا عن الديون فإنه يزكي الباقي ويخصم الديون. ومن العلماء من يقول إذا كان عنده عروض وعنده مقتنيات تقابل هذه الديون فإنه يزكي كل المال الذي عنده ولا ينظر إلى الدين، لأن الدين له مقابل من المقتنيات التي عنده والموجودات التي عنده فيزكي، ولعل هذا يكون في احتياط. هذا حكم زكاة النقدين. النوع الرابع الخارج من الأرض، وهو الحبوب والثمار والمعدن والركاز والعسل، هذه كلها خارجة من الأرض ومن النتاج الأرضي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال تعالى وآتوا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالخارج من الأرض تجب فيه الزكاة، لكن بتفصيل واعتبارات. أولا الحبوب والثمار تجب في كل حب يكال ويدخر، سواء كان ماكولا أو غير ماكول، مما ينتفع به ويتمول تجب فيه الزكاة. وكذلك تجب في كل ثمر يكال ويدخر أيضا، كالتمر والزبيب وغير ذلك من الثمار التي تكال وتدخر. والواجب فيها مرة واحدة، إذا مثلا بدأ صلاح الثمر واشتد الحب، إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، فإذا جمعها وصفاها ونقاها فإنه يخرج زكاتها. والواجب فيها يختلف باختلاف المؤونة التي يقدمها لتنمية هذه الحبوب وهذه الثمار، فما كان يسقى من المطر أو من العيون والأنهار التي لا مجهود للإنسان فيها وإنما سقي من الله سبحانه وتعالى متوفر للعيون والأنهار، أو السيول كالذي يشرب بعروقه من السيول، فهذا يجب فيه العشر، يجب فيه العشر. أما ما كان يسقى بالمؤونة بالنضح والسواني أو المضخات المكاين فهذا يجب فيه نصف العشر، يجب فيه نصف العشر. وإن سقي بمؤونة وبغير مؤونة، يعني حصل فيه الأمران، فباعتبار الغالب، إن كان الغالب أنه بدون مؤونة ففيه العشر، وإن كان الغالب أنه بمؤونة فإنه يجب فيه نصف العشر. وإذا لم يكن هناك غالب لأن تساوي فكل شيء بحسابه من العشر أو نصف العشر، يخرج كل شيء بحسابه حسب النفقة وعدم النفقة. هذا في الحبوب
والثمار، وقلنا تجب مرة واحدة عند الحصول عليها، ثم بعد ذلك لا تتكرر كل عام. ولا يشترط للحبوب والثمار تمام الحول، لأنها تجب الزكاة فيها عند حصادها والحصول عليها مرة واحدة، فإذا ادخرها بعد ذلك لافتياته وحاجته فإنه لا يزكيها ولو مضى عليها أكثر من حول، إلا إذا كان قد أعدها للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض. وأما العسل فإن فيه الزكاة أيضا على الصحيح، ويجب فيه العشر، ونصابه 160 رطلا بالعراقي، وهو 10 قرب كما في الحديث، في كل 10 قرب قربة. وبعض الفقهاء يقول إن 10 القرب كل قربة تسع 3 أصع، فإذا 30 صاعا، يعني إذا صار عنده من العسل 30 صاعا في الصاع النبوي ففيه العشر، لأن في الحديث أن في 10 القرب قربة. وكذلك عمر رضي الله عنه أخذ الزكاة من أهل العسل، والعسل اليوم أصبح من المحاصيل المعتبرة، ففيه الزكاة على ما ذكرنا. ومن الخارج من الأرض الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية الذي عليه علامة الكفار، فهذا يسمى بالركاز، وهذا يجب فيه الخمس مرة واحدة، وهو لمن وجده يدفع الخمس لبيت المال والباقي له ملك، ويكون هذا الخمس لا يصرف مصرف الزكاة وإنما يصرف مصرف الفيء. وأما إذا كان هذا الركاز عليه علامة المسلمين فهذا ليس ركازا، إذا وجد مالا مدفونا عليه علامة مسلمين فهذا لا يسمى ركازا وإنما يسمى لقطة، يأخذ أحكام اللقطة لأنه مال للمسلمين وهو معصوم ومحترم فيأخذ أحكام اللقطة. إنما الركاز هو ما وجد من أموال الكفار مدفونا، هذا هو الركاز. وكذلك المعادن تجب فيها الزكاة لأنها من الخارج من الأرض. أما غير هذه الأمور، غير الحبوب والثمار المكيلة المدخرة، وغير الركاز، وغير العسل، وغير المعدن، فلا زكاة فيه، وإن كان خارجا من الأرض مثل الخضار والبقول والأشياء الخضروات كالطماطم والبطيخ وغير ذلك من أنواع الخضار التي تؤكل ولا تدخر، هذه ليس فيها زكاة على الصحيح، إلا إذا كان يتعاطى بها تجارة، يعني كان يشتري هذه الخضارات أو هذه الخضار يشتريها ويبيعها، يعني يبيع ويشتري بالخضار، فهذه فيها الزكاة على أنها عروض، على أنها عروض تجارة، لا على أنها خارج من الأرض، على أنها زكاة خارج من الأرض، لكن يزكيها زكاة العروض. والنوع الرابع من الأموال الزكوية عروض التجارة، وهي السلع المعدة للبيع والشراء للربح من ثمنها، هذه عروض التجارة. الإنسان الذي يتعاطى بالبيع والشراء في السلع هذا تجب عليه الزكاة، لأن العروض مال زكوي، وهذا كالإجماع من أهل العلم على وجوب الزكاة في العروض، عروض التجارة. فإذا تم الحول فإنه يحصي ما عنده من البضائع ويجردها، البضائع التي هي معروضة للبيع
وحتى لو كان لا ينوي بيعها في الوقت الحاضر كالذي يتربص، بمعنى أنه يشتري ويخزن السلع ينتظر بها الغلاء، فهذا تجب عليه الزكاة إذا حال الحول، إذا تم لها حول في نفسها أو بناء على قيمتها، لأن عروض التجارة حولها حول قيمتها. فإذا تم الحول لها أو حول باعتبار ما اشتراها به فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها بأن يقومها بما تساوي عند تمام الحول، لا يعتبر ما اشتراها به وإنما يقومها بما تساوي عند تمام الحول، سواء كان أكثر مما اشتراها به أو أقل أو مساويا، فيقومها عند تمام الحول ثم يخرج ربع العشر من قيمتها ويحصيها إحصاء دقيقا. ما يكفي أنه يخرص ما عنده في الدكان أو في المتجر أو في المستودع، يخرص خرصا ويقدر ويخرج مبلغ، لا، لا بد يجربها ويقوم كل نوع منها بما يساوي ويجملها، ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. هذه عروض التجارة. وأكثر تجارات الناس اليوم هي من هذا النوع في العروض، أصحاب المحلات والدكاكين وأصحاب البقالات تجارتهم بالعروض، سواء كانت عروض استهلاكية كالمأكولات والأدم وغير ذلك والمعلبات، أو كانت عروض الملابس، مثلا واحد فاتح محل للملابس والأقمشة، أو مثلا عروض سيارات، معارض سيارات فيها آليات سيارات ومكاين وحديد وقطع غيار وغير ذلك، كل هذه عروض تجارة يقومها عند تمام الحول بما تساوي ويخرج ربع عشر قيمتها التي قدرها بها في ذلك الوقت. أما ما كان من السيارات أو الدواب لحاجة الإنسان واستهلاكه هو الخاص، يركبه السيارة أو الدابة أو يسكن هذه الدار أو يؤجرها، فهذا ليس فيه زكاة في نفسه، لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للحاجة. وما أعد للتأجير من السيارات أو من العمارات أو من المعارض والدكاكين، هذا ليس فيه زكاة في نفسه، وإنما تجب الزكاة في أجرته. فإذا حصل على أجرة لهذه المحلات وتم لها حول من حين عقد الإجارة، إذا تم حولها من حين عقد الإجارة فإنه يخرج زكاتها، زكاة الإجارة، الأجرة. أما نفس المؤجرات فهذه لا زكاة فيها ما دام أنه ينويها للتأجير. هذا بعض التفصيل في الأموال الزكوية. بقي أن نعرف مصارف الزكاة. الزكاة حق واجب، لكن أين يصرف؟ الله جل وعلا هو الذي تولى بيان مصرفه، ولم يكن ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عزيز حكيم. فبين سبحانه أن أهل الزكاة ثمانية أصناف لا يجوز صرفها في غيرهم، فلا تصرف الزكاة في المشاريع كالمساجد، بناء المساجد أو القناطر أو المدارس أو الملاجئ أو المستشفيات، لأن هذه وإن كانت مشاريع خيرية لكنها تمول من غير الزكاة، تمول من التبرعات ومن الأوقاف ومن غير ذلك من الأوقاف التي
نص على أنها تصرف في المشاريع، وإلا الوقف يصرف حسب نص الواقف ما دام أن نصه لا يخالف الشرع. فالمشاريع الخيرية هذه تمول من غير الزكاة، أما الزكاة فإنها خاصة بالمصارف التي عينها الله سبحانه وتعالى بقوله إنما، وإنما هذه تفيد الحصر، تفيد حصر الحكم في ما ذكر ولا يتعدى إلى غيره. الفقراء جمع فقير، وهو الذي لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد بعضها، فقير ما عنده شيء أبد أو عنده شيء قليل من ما يسد حاجته، فهذا يعطى من الزكاة ما يسد حاجته لحول كامل. والثاني المسكين، وهو أحسن حالة من الفقير، وهو الذي يجد غالب الكفاية، كفاية الحول، يعني عنده ما يكفيه غالب الحول لكن ما يكمل له كل الحول، فهذا يعطى من الزكاة ما يكمل له نفقة حول كامل. ويجب أن يعلم أنه لا حظ فيها للقوي المكتسب، الإنسان اللي يقدر على الاكتساب، وهناك طرق للاكتساب، يأجر نفسه، يحترف، يعمل، هذا لا حظ له في الزكاة لأن الله أغناه بقوة بدنه وقدرته على الكسب، فلا حظ فيها لذي مرة قوي ولا لغني. لا تجوز للقوي المكتسب، أما إذا كان قويا يقدر على الاكتساب لكن ما هناك وسائل للكسب ولا يجد عمل وهو محتاج، فهذا يعطى من الزكاة ما يسد حاجته. الثالث العاملون عليها، وهم الذين يقومون بجباية الزكاة وتحصيلها وتخزينها وتوزيعها على المستحقين، فهؤلاء يعطون على عملهم، يعطون أجرتهم منها. والخامس المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، وهم أصناف. أولا من يرجى، يعني الكافر الذي يرجى بإعطائه إسلامه فيتألف على الإسلام ويعطى منها إذا رجي أنه، ويرجى بإعطائها أن يتقوى إيمانه وأن يتمكن الإيمان من قلبه، كونه مثلا جديد عهد بالإسلام لم يتمكن منه الإيمان فإذا أعطي رغب وزاد ذلك في إيمانه، فهذا يعطى تأليفا له ليقوى إيمانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قوما من المسلمين يتألفهم ليقوى إيمانهم بذلك. والثالث من يعطى من الزكاة كفا لشره، يعني يكون شرير ويخشى من شره على المسلمين وأن يجر على المسلمين شرا أو عدوا، فهذا يعطى من الزكاة ما يكف به شره عن المسلمين، لأن هذا من المصالح العامة للمسلمين ومن مصالح الإسلام أن يكف شر أهل الشر من أعداء الإسلام، فيعطون من الزكاة ما يكف به شرهم ويعتبرون من المؤلفة قلوبهم. والسادس الغارمون، وفي الرقاب، السادس الرقاب، نعم، وفي الرقاب، الخامس من أهل الزكاة الرقاب، فيدفع الزكاة في الرقاب اعتاقا وفكاكا، يعتق منها إذا كان هناك مكاتب اشترى نفسه من سيده بمال يؤديه له ويعتق
فإنه يعان من الزكاة ليسدد ما عليه حتى يعتق. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفي هذه الآية وفي الرقاب، فالمكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال يعان من الزكاة حتى يسدد هذا المال فيعتق. وكذلك لو اشترى صاحب الزكاة اشترى بها رقيقا أو أرقا وأعتقهم فلا بأس بذلك، ويعتبر هذا من مصارف الزكاة لأنه داخل في قوله وفي الرقاب. فإما أن يعين المكاتب أو يشتري رقابا رقيقة ويعتقها من الزكاة. والفكاة إذا كان هناك أسير مسلم بأيدي الكفار واشترى نفسه منهم بفدية هذا يعان من الزكاة، كما قال تعالى: فك وما أدراك ما العقبة فك رقبة. هذا فيه فكاة رقبة من أسر الكفار فيعان من الزكاة ويكون داخلا في قوله وفي الرقاب. السادس: الغارمون. والغارم على نوعين: غارم لغيره وهو الذي يقوم بالإصلاح بين طائفتين من المسلمين حصلت بينهم فتنة، فيقوم بعض المصلحين ويتدخل ويسوي ما بينهم من النزاع ويتحمل في مقابل ذلك مالا يدفعه، فهذا يعان من الزكاة ولا يترك يدفع هذا المبلغ من ماله لئلا يجشف به، بشرط أن لا يكون قد دفع. أما إذا كان قد دفع انتهى الأمر، لكن إذا تحمل ولم يدفع فإنه يعان من الزكاة ولو كان غنيا، لأن هذا من المصالح العامة، هذا الغارم لغيره. والثاني: الغارم لنفسه، وهو المدين الذي استدان لحاجته ولم يستطع الوفاء، عليه ديون لا يستطيع تسديدها، فهذا يعان من الزكاة بما يسدد به دينه ويبرئ ذمته، لأن هذا داخل في قوله تعالى والغارمين. وكذلك من نزلت به جائحة حتى افتقر، هو كان غني ولكنه أصابه جائحة في ماله حتى افتقر وصار عليه ديون، فهذا إذا أقام البينة بثلاثة شهود على أنه قد أعسر وافتقر وأن ماله قد تلف ولم يستطع أن يسدد ما عليه من حقوق، فهذا يعطى من الزكاة ما يستعين به على سداد غرامته. السابع: من أهل الزكاة في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم مركبات في بيت المال. فإذا كان هناك غزاة، لأن كان الغزاة في أول الإسلام ما كانوا يأخذون من بيت المال مرتبات ولهم وظائف وتجنيد، وإنما كل مسلم فيه استطاعة للجهاد يخرج للجهاد ويجهز نفسه، يجهز نفسه من ماله الخاص، فهذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة لتجهيز الغزو بما يحتاج من سلاح ومن مركوب وغير ذلك. وكذلك اشترى بها الأسلحة جهاد للغزاة يجهزون بها ويتسلحون بها في الجهاد في سبيل الله، فتصرف للغزاة في الإنفاق عليهم وفي إعداد السلاح لهم وإعداد المركوب لهم، لأن هذا في سبيل الله عز وجل. أما إذا كانوا غزاة مجندين من قبل ولي الأمر ولهم مرتبات من بيت المال تقوم بكفايتهم فهؤلاء لا يعطون من الزكاة، وإنما المراد الغزاة المتطوعة، ويقول الفقهاء الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم مرتبات خصصت لهم. الثامن وهو الأخير: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، يعني إنسان مسافر ونفدت النفقة التي معه أو ضاعت أو سرقت
فأصبح ليس معه شيء يبلغه إلى سفره ويرده إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة. وإن كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة، لأنه انقطع في أثناء سفره من النفقة ولم يستطع المواصلة مواصلة سفره، إذا كان السفر مباحا، إذا كان سفرا مباحا فيعطى، أو كان سفرا محرما وتاب منه، تاب من هذا السفر المحرم، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده. وسمي ابن السبيل إضافة للسبيل، لأنه قد احتاج وهو في سبيله وسبيل سفره، وهو ملازم للسفر حتى كأنه ابن له. فالحاصل أن المسافر إذا كان معه نفقة تبلغه سفره وترجعه إلى أهله فهذا لا يعطى من الزكاة، مجرد السفر ليس مصوغا، وإنما المسافر الذي انقطع في أثناء سفره لنفاد نفقته أو ضياعها أو سرقتها حتى أصبح لا يستطيع مواصلة السفر، فهذا يعطى من الزكاة بشرط أن يكون سفره مباحا أو تاب من سفر محرم. هذه أصناف أهل الزكاة الذين خصصهم الله جل وعلا ولا يتعدى فيها عن غيرهم. ويجوز الاقتصار على صنف واحد، يجوز أن تعطى الزكاة للفقراء مثلا أو للمساكين أو ابن السبيل أو يعني أو للغزاة، يجوز أن يقتصر في صرف الزكاة على صنف واحد، ما هو لازم يعمم على كل الأصناف الثمانية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ألم يذكر الفقراء، فدل على جواز الاقتصار على صنف واحد منهم. وإذا عمم وأخرج لكل صنف قسطا منها فهذا شيء طيب، لكن لو اقتصر على صنف واحد أو صنفين فهذا لا بأس به إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستغفر الله مما جل به اللسان أو قصر عنه البيان، والحمد لله رب العالمين.